12 يوليو 2022 صبحكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من شمس البحرين، محطات متنوعة بنتوقف خلالها في حلقة اليوم. صباح الخير عيسى، صباح ما بعد إجازة العيد. صباح الخير جمانة، وكل عام أنتم بخير مرة ثانية وثالثة. شفناش في العيد لكن بعد نجدد يمكن التهنة ونجدد التهنة حق المشاهدين. مشاهدين أكيد يعني بعد هذه الإجازة الجميلة واللقاء مع الأحبة ساعة صباحية بنرافقكم فيها في شمس البحرين، متعرف فيها على مواضيع كثيرة وأكيد مميزة من خلال هذه الحلقة. لكن في البداية مثل ما تعودنا خلونا نشوف مع بعض حالة الطقس اليوم وراجعين الحديث أكثر. يمكن جمانة قبل ما ناخذ اول فقراتنا، يعني دائما الصيف يعني في الانشطه وفي البرامج، يعني صح. من بعد اجازه العيد اعتقد اولياء الامور بيرجعون حق الانشطه الصيفيه، فجميل اليوم ان نشغل اطفالنا حتى الكبار ان يشغلون في الانشطه الصيفيه بعيد عن الخمول والقعده في البيت. اكيد طبعا، يعني فاصل الصيف واجازه الصيف دائما تكون شوي طويله، فحلو انه يتم قضائها بشيء يكون مفيد وممتع في نفس الوقت، وخاصه انه هالايام يمكن الكثير من الانشطه اللي قاعده تقام من كل الجهات والمؤسسات، ووايد في ناس قاعدين. احنا تقريبا في كل اسبوع كنا نستضيف الانشطه الصيفيه، شلون ممكن ان احنا نشغل اطفالنا بالشيء اللي يفيدهم، وهذا الشيء يعني حلو أكيد. خاصه إن عندهم وقت فراغ طويل. اكيد طبعا مشاهدينا دائما ما نسأل أطفالنا شنو حابين تصيرون لما تكبرون، وكل واحد منهم يجاوب حسب اهتماماته. في فترة الصيف وفي ورشات عمل كثيرة تقدم للأطفال بحيث أنهم يكتشفون ذاتهم وأيضا يكتشفون ميولهم العلمي. اليوم في نشاطنا الصيفي اخترنا مجال ممكن معين وهو الهندسة والتصميم، خلونا نتابع معاكم أكثر في هذا التقرير. ورشتنا بالتعاون مع سرد، وسرد هو مثل المركز التأسيسي لأدب الأطفال. ورشتنا هاي الأسبوع عن أساسيات التكوين الهندسي، فناخذ الأطفال شوي شوي في المراحل اللي يكونون فيها خريطة معمارية لبيت من تصميمهم ويحولونه إلى مجسم ثلاثي الأبعاد. بداية ابتدينا من أدب الأطفال بقصة حكاية نقطة على دفتر أبيض. الحكاية تتكلم عن النقطة وشلون تكون الأشكال الأساسية الهندسية، الدائرة، المربع، المستطيل، المثلث. ومن انتقلنا لورشتنا بداية تكلمنا عن أساسيات التصميم اللي هما Design Principles، وبعدين تكلمنا عن أساسيات التكوين مثلاً أو التنظيم الهندسي، تنظيم الأشكال الهندسية عشان تكون لنا المساحات، وبينهم المسافات اللي هي تكون الطرقات. فالأطفال يعني إنتاجهم أذهلني صراحة، مبدعين وفنانين، وإن شاء الله بنشوف إنتاجاتهم وإبداعاتهم، تفكيرهم انتقادي، وهاي اللي كنت أبي أوصله من هاي الورشة. كنت أبي أعلمهم شلون يكونون العلاقات بين المساحات الهندسية في نطاق البيت الواحد، فمثلاً شلون علاقة المطبخ مع غرفة الطعام، مع غرفة الجلوس، شنو الأشياءات المهمة اللي لازم تكون في هاي البيت، ضوء الشمس، الحديقة، المساحات، شلون نتحرك بينها بسلاسة، وشلون إنه يحاولون هاي المنتج يتصورون إنه يكون مجسم ثلاثي الأبعاد. هاي إن شاء الله اليوم بنسويه وبيكون نهاية ورشتنا. مشاهدينا، أعلنت جمعية الكلمة الطيبة عن فتح باب التقديم لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لأفضل أداء تطوعي مؤسسي في مملكة البحرين ضمن الدورة السنوية 12 لجائزة سموه للعمل التطوعي. للحديث أكثر عن الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ عماد السعودي، رئيس لجنة جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لأفضل أداء تطوعي مؤسسي ومدير الإعلام بالجمعية علي وهزاء. صبحكم الله بالخير ويا أهلا مرحبا فيكم. صبحكم سرور. أهلا وسهلا. خير وكل عام أنتم بخير. أنتم بخير وصحة وسلامة. من أول إن شاء الله. إن شاء الله أجمعين يا رب. يمكن خلنا نبتدي معك عماد، يعني نتكلم أول شيء عن
يعني أهداف هذه الجائزة اللي تكلمنا عنها قبل شوي؟ شنو الأهداف الرئيسية من هذه الجائزة؟ أول شيء صباحكم الله بالخير، أعطيكم الصحة والعافية. الجائزة الله يسلمك السنة هاي هي في نسختها 12. عندنا الجائزة لأفضل أداء مؤسسي تطوعي، تشتمل على فئتين. الفئة الأولى أفضل أداء مؤسسي، والفئة الثانية أفضل مشروع، أفضل مشروع رائد. نعم، خلينا نتكلم عن الأهداف في البداية، يعني شنو الهدف من خلال الجائزة تحديداً؟ أنت رحت على المؤسسي هذه السنة، يعني نعم، فشنو نعم الهدف لما اخترتوا هذه الفئة؟ طبعاً الأهداف هي متعددة، حق أفضل أداء مؤسسي منها التنافسية بين الجمعيات المؤسسية في مملكة البحرين، بالإضافة لتعزيز التعاون بين، يعني هو منافسة وتعاون بيكون نعم بينهم على جميع الأصعدة. بالإضافة عندنا من الأهداف الله يسلمك تعزيز ثقافة التطوع وثقافة المتطوعين في المجتمع ويا المؤسسات المشاركة، بالإضافة لتعزيز الرؤية التكاملية للعمل التطوعي في البحرين الله يحفظك. يمكن علي أبي أتكلم عن الشروط، هل في هناك شروط للمشاركة في هذه الجائزة تحديدا؟ نعم طبعا، في خبراء جلسنا معاهم عشان نحط إطار عام حق الجائزة ونحط هذه الشروط، والشروط اللي معلن عنها في موقعنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية هي طبعا أن يكون الجمعية مسجلة وفق الأنظمة في مملكة البحرين، أن يكون المشروع تطوعي، وأيضا أن يكون المشروع قائم مو مجرد فكرة على ورق. فهاي أبرز ثلاث شروط عشان تتيح لك التسجيل في الجائزة. جميل. كل عمر خلينا نتكلم أكثر عن المعايير اليوم في اختيار الفائزين، شلون ممكن وضعت المعايير اختيار الفائزين في هذه الجائزة؟ طبعا تم أول شيء اختيار لجنة الحكام، ولجنة الحكام عندنا في الجائزة لأفضل أداء مؤسسي تطوعي هي برئاسة الدكتورة لطيفة المناعي، خبيرة في شؤون المنظمات الأهلية. اعتمدت لجنة الحكام على معايير عالمية للجمعيات والمؤسسات المتقدمة والمشاركة معنا، من ضمن هذه المعايير والأهم الاستدامة وتوافق مع رؤية الأمم المتحدة الأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بالإضافة في المعايير الخاصة في لجنة التحكيم اللي هي من ضمن المعايير اللي هي تكافؤ العمل الإداري بين الجمعيات أو الجهات المشاركة، بالإضافة لمعايير أخرى يعني تندمج أيضا في أن غير الاستدامة معايير إضافية بتكون هي حق المشروع نفسه، الأثر اللي يتركه في المجتمع والأثر اللي هو يتركه للفئة المستهدفة من ضمن هاي المشروع أو هاي العمل. يمكن الفئات الجائزة متعددة، أنا بنتكلم عن هذه الفئات، نتعرف أكثر على الفئات، وهل في شروط يعني لكل فئة من الفئات على أساس أن الناس يشاركون فيها؟ طبعا الشروط تقريبا واحدة حق الفئتين، احنا عندنا فئتين في الجائزة، فئة أفضل أداء مؤسسي للجمعيات وأفضل مشروع رائد تنموي. أفضل أداء مؤسسي هدفها أن احنا نعزز ثقافة العمل المؤسسي في منظمات المجتمع المدني في البحرين في الجمعيات والمؤسسات الأخرى. وأفضل أداء تنموي رائد لمشروع تطوعي نهدف من خلاله أن احنا نعزز فكرة توائم المشاريع التطوعية مع الأهداف 17 اللي وضعتها مملكة البحرين وضعتها الأمم المتحدة، خصوصا أن اليوم بنلاحظ اهتمام بالغ من الحكومة وإنشاء وزارة كاملة معنية ومهتمة بأهداف التنمية المستدامة، فهذا الاستحداث الجديد أتى عشان يوائم ويواكب هذه الرؤية. نعم، كان عمار قبل شوي تحدث عن لجنة التحكيم، لكن خلنا نتعمق في اللجنة، كيف يمكن اختيار هذه اللجنة؟ تم اختيار أعضاء اللجنة تحديدا؟ بداية الجائزة هي النسخة الثانية، هذه السنة الماضية كان في موجودة جائزة أفضل أداء مؤسسي تطوعي. في السنة الماضية تم ترشيح الفائزين الثلاث واللي هم كانوا معنا الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، بالإضافة للجمعية البحرينية للإعاقة والتوحد، وبالإضافة أيضا لجمعية الكوثر، تم ترشيحهم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. في هذه السنة ارتئينا أن يكون في منافسة بين المشاركين، المنافسة راح تكون أول شيء بالتقديم بالتسجيل، واللي فتحنا باب التسجيل الله يسلمك من تاريخ 29 يونيو وبيستمر لغاية 29 يوليو. بعد المشاركة بتم فرز هذين المشاركين، وبيكون في لجنة تحكيم لهم خاصة، يعني مستضيف احنا المشاركين، وبصير بينهم منافسات، كل مشارك او كل جهة بتقدم يعني اللي تقدم المشاريع مالتهم او بتقدم استفاضة او دراسة عن مؤسستهم. لجنة الحكام
تم بيننا وبين وزارة التنمية الاجتماعية، طرحنا عليهم يعني تواصلنا وياهم الإخوان في الوزارة وما قصروا، يعني أفادونا بالخبراء اللي عندهم والناس اللي ممكن نستفيد من عندهم في لجنة التحكيم. فصار في النهاية التواصل يعني بيننا وبينهم على اختيار الدكتورة لطيفة المناعي، واللي هي يعني مشهود لها العمل في هذا المجال في منظمات المجتمع المدني. أكيد. واختارت هي فريق العمل وتم الاطلاع عليهم، وما شاء الله خبرات يعني بحرينية ممتازة لها يعني باع طويل في هذا العمل سواء في مملكة البحرين أو في خارج البحرين. نعم. يعني تعزيز العمل التطوعي للمؤسسات في البحرين هو أكيد هدف من الأهداف اللي أنتوا تسمون لها، أبي أعرف شلون ممكن تساهم هذه الجائزة في تعزيز هذه الهدف تحديدا؟ شوفي الجائزة قبل هذه الجائزة كان عندنا اللي هي الجائزة رواد العمل التطوعي في الوطن العربي، وهاي الجائزة صار لها 12 سنة من أطلقناها في 2011، وكان هدفها أيضاً نحن نبرز النجوم اللامعين في مجال العمل التطوعي ونقدمهم كنماذج بارزة في هاي المجال للمجتمع سواء في البحرين أو خارج البحرين. وبعدها أتينا وأنشأنا جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي لأفضل مشروع تطوعي بحريني، والآن ننتقل لأفضل أداء مؤسسي. كل هذه هدفه ان احنا نعزز هاي المفهوم ونكرس هذا المفهوم. وسمو الشيخ عيسى بن علي الرئيس الفخري طبعا نشكره على الدعم السخي دائما حق هذه الافكار وحق هذه المشاريع، دائما ما يوجهنا في هذا الاتجاه ودائما ما يعني يقول بعد اكثر نحتاج ان احنا نعزز ونوصل هاي المفهوم سواء حق المؤسسات او الافراد او حتى اللي في يعني سن صغيرة. بالعكس يقول هذه أهم فئة ممكن أن احنا نبتدي فيها ونعزز مثل هذه القيم والمفاهيم عندها، والمجتمع البحريني جبل أساساً على مثل هذه المشاريع وهذه الأعمال التطوعية وبطبعه يحب الخير. أكيد. ممكن عمان نتكلم أكثر ممكن عن النسخ الماضية، أبرز الفائزين في النسخ الماضية إذا بنستحضرهم بشكل سريع. طبعاً الجائزة هي على مدار 12 سنة كانت مثل ما تفضل أخوي علي على المستوى العربي، كانت لرواد العمل التطوعي على المستوى الخمس سنوات الماضية كانت لأفضل مشروع تطوعي بحريني. مشاريع وايد كانت ممتازة وكانت يعني نوعية، من أذكر من المشاريع اي أكاديمي، وهي إذا تذكرها أخوي علي اي أكاديمي هي مبادرة شبابية من طلاب جامعة المملكة جامعة البحرين، وكانت هذه المبادرة والفكرة يعني تقوم على ان الطلاب يساعدون بعض في التدريس. يعني الطالب المتفوق والطالب اللي يعني متمكن يعني علميا يساعد زملائه في هاي المبادره، بالاضافه يعني هاي المبادره كان لها وقع كبير يعني من خلال التمكين ومن خلال المساعده وتعزيز، يعني فيها وايد مفاهيم ومعايير يعني صحيح. نبيله في هذه النسبه من يعني تعرف الجامعه بيئه تنافسيه صحيح. فمن يكون فيها مساعده ومن يكون فيها تعاون هو يعني لبنه اساس يعني لهذا الشباب لهذين الشباب، بالإضافة في المشاريع اللي كانت معانا على مدار السنوات الماضية في حفظ النعمة، مشاريع في لدعم معاقين أصحاب الهمم، نعم ذوي الهمم، وبالإضافة للمشاريع للجمعيات الخيرية أو المشاريع الخيرية اللي تعنى بسقي الماء واللي تعنى بسقي الماء أو الطعام للحيوانات أو الحيوانات الأليفة في شوارعنا أو في منازلنا. نعم بالضبط. يمكن علي التنافسية في الأعمال التطوعية أكيد بعد هي مثل ما ذكرت من شوي هي جزء مهم من هذه الجائزة، إلى أي مدى ممكن تحقق هذه الجائزة هذه الهدف؟ طبعا هاي الحدث صار حدث مرتقب بالنسبة حق المؤسسات والمشاريع صحيح. التطوعية في البحرين، ولكن أنا أكدك إحنا كجمعية وكلجنة منظمة مو بوايد تعنينا التنافسية كثر ما أن إحنا تعنينا هذه الفرصة اللي إحنا نوفرها للمشاريع التطوعية. نعم. بأنه هو يوقف على المسرح أو ويعرض هذا المشروع قدام كم كبير من المهتمين في مجال العمل التطوعي. هذه الفرصة جدا مهمة بحيث ان الكل يطالع مشاريع الكل والكل ياخذ افكار من بعض، وايضا تكون فرصة انهم يتعارفون على بعض. صحيح. يمكن تشاركتوا في مؤتمرات وندوات، مو بالمهم ان الشخص اللي قاعد يعرض كثر ما يهم ما بعد هاي العرض. صحيح. التعاونات اللي تصير، الافكار اللي قاعد تصير، تبادل الخبرات، التعاون بالضبط.
فهذه أهم بالنسبة لنا بكثير من أن احنا التنافسية طبعاً موجودة ومطلوبة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن احنا نركز على ما بعد هذه النقطة. والتنافسية بعد جزء مهم يعني وإيجابي ممكن في بعض الأحيان، على أساس أن كل واحد فيهم يقدم الأفضل ويكون يعني في تنافس مثل ما يقولون شريف، كل واحد يحب أنه احنا نتنافس في الخير. صح أكيد. نعم. طبعاً. نعم. ممكن عماد نرجع ممكن حق الأعمال التطوعية، يعني إذا بناخذ رأيك شلون نشوف المستوى بالنسبة للأعمال التطوعية في مملكة البحرين؟ طبعاً يعني مملكة البحرين على مدار السنوات الماضية من خلال يعني هذه الجائزة مثال ل يعني العمل التطوعي، في السنوات أيضا القليلة الماضية من خلال جائحة الكورونا شفنا جهود المتطوعين اللي كانت يعني في جميع الوزارات وجميع المنظمات والمؤسسات، كل من اجتهد في مكانه كل من تطوع في مكانه، هاي الشيء يعكس الثقافة اللي موجودة في مملكة البحرين في المجتمع البحريني، ثقافة التطوع. بالإضافة مملكة البحرين هي تحتضن المقر للاتحاد العربي للتطوع واللي هو المنظمة الدولية اللي تابعة لجامعة الدول العربية، بالإضافة مملكة البحرين استطاعت من خلال الاتحاد العربي للتطوع تدشين يوم العربي للتطوع في 15 سبتمبر، واللي هو يتوافق مع الحفل لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي، وهذا اليوم تم اعتماده من جامعة الدول العربية واعتماده أيضا في وزارات الشباب على مستوى الوطن العربي، وهذا يعكس أيضا يعني جهود العمل التطوعي الحثيثة اللي تقوم في مملكة البحرين. طبعا يعني المتطوعين ما شاء الله أثبتوا جدارتهم في جميع المنافسات سواء في الرياضية أو سواء في الاجتماعية من خلال بعد فريق البحرين. نعم. اللي كان لهم جهود تطوعية في الدول المحيطة. صح. في مجال الرياضة. نعم. يمكن نبي نتكلم شوي عن التعاون، هذه الجائزة قامت بالتعاون ما بينكم وما بين الاتحاد العربي للتطوع، نبي نعرف ايش كثر ساهم هذه التعاون في نهاية المطاف إلى اختيار الأعمال بشكل عام وإلى يعني تعزيز المفاهيم اللي أنتم تسعون لها. طبعا الجائزة من اللي هي الجائزة الأم من 12 سنة، من أول ما أنشأناها وإحنا في تعاون وثيق مع الاتحاد العربي للتطوع. نعم. وننظر له بنظرة بيت الخبرة والمظلة الكبيرة اللي يعني تشمل داخلها كل أبناء الوطن العربي من خبراء من دكاترة من مفكرين من منظمات لها باع كبير في العمل التطوعي. فلهذا السبب احنا عندنا هذا التعاون، وللأمانة من خلال الخبراء اللي موجودين في الاتحاد استطعنا صياغة المفهوم العام للجائزة، واستطعنا ان احنا نصيغ الأهداف والتوجهات الاستراتيجية على مدار ال 12 سنة، فتعاوننا مع الاتحاد هو يعني تعاون استراتيجي إن شاء الله مستمر طول ما مستمرة هذه الجائزة، سواء تعاون معه في الجائزة أو غيرها. إن شاء الله بإذن الله. كان عماد قبل شوي ذكرت لنا ممكن مجموعة من المشاركات في جميع الفئات سواء في ذوي الهمم أو غيرها من الأنشطة اللي ممكن كنت تشاركون فيها في الجائزة، يعني إذا بنرجع نقول إلى أي مدى ممكن هذه الجائزة تؤثر عليكم أنتم كأشخاص يعني مساهمين في هذه الجائزة، وممكن يعني ترسخ في ذاكرتكم بعض المشاركات. أكيد أكيد أخوي عيسى الله يسلمك. طبعا الجائزة من خلال المشاريع اللي كانت طوال هذه السنوات هي لها تأثير حتى يعني علينا كعملنا كجمعية الكلمة الطيبة، وحتى هي تأثر على المشاركين نفسهم، وفي الماضي أو في السنوات السابقة كان المشاركين يطلعون على البرامج وعلى المشاريع المتقدمة والفائزة ويكتسبون الخبرة ما بينهم بين بعض، يكتسبون النوعية، يكتسبون شلون يطورون من مشاريعهم، شلون يزيدون من حجم العمل وإمكانيات الشباب بشكل أقصى حد مثل باقي المشاريع. بالنسبة لنا صراحة يعني شوي البعد الإنساني أو الجانب الإنساني اللي يخلي الإنسان يحس دائما في التواضع ويحس دائما في الامتنان لهذه المشاريع اللي تعزز فينا، يعني صراحة أول شيء الحمد والشكر لله على أنه وجهنا للعمل التطوعي، وهذا مجال يعني صراحة يعني يعزز مفاهيم سواء مفاهيم فردية لنا أو مفاهيم أسرية أو مجتمعية لنا من خلال التواضع ومن خلال العطاء اللي احنا شفنا نشوف المشاريع اللي الناس قاعدة تاخذ من وقتها الطويل والكثير، يعني ساعات وساعات تجتهد مشان تخدم فئة معينة أو تخدم فئة، وهذولين ما يدورون لا أجر من يعني لا أجر في الدنيا ولا شيء، يبحث عن الأثر، يبحث عن الخير، وموجود في داخلهم الخير، فهذا لنا أكبر يعني داعم وأكبر الصراحة يعني دافع لنا أن نكون يعني نقتدي فيهم ونتعلم منهم. إحنا في النهاية مشرفين على الجائزة،
ولكن ما ان نشوف انفسنا يعني في المكان اللي نحن حكام للعمل التطوعي، ولكن لا، احنا نتعلم من كل المشاريع المشاركه، نتعلم من الكل المتواجدين، قيم جميله يزرعونها فينا. بالضبط، فهي استفاده متبادله تكون. اكيد بالضبط، نعم، استفاده متبادله بيننا وبينهم وبينهم وبين بعض من خلال متابعه مشاريع بعض والتعلم من بعض. اكيد طبعا. يمكن يعني من خلال اللقاء تكلمنا بشكل كبير عن الجائزة بشكل تحديداً، ولكن أنا أبي أتكلم عن الجمعية. جمعية الكلمة الطيبة أكيد لها الكثير من المساهمات التطوعية اللي يعني أكثر من أنها تكون بس مجرد جوائز أو جائزة. خلينا نتكلم عنها ونسلط الضوء عليها أكثر حتى لو بشكل بسيط. إيه، ما في مشكلة. طبعاً الجمعية حين صار لها ما شاء الله 20 سنة، هاي سنة تكمل 20 سنة ما شاء الله. اللي عندها أكثر طبعاً بكثير من الجائزة، الجائزة جزء مهم من الجمعية، ولكن أعطيكم معلومة. الآن عندنا إحنا وفد موجود في الروهينجا يفتتح قرية بنوها مساهمين من مملكة البحرين، تحتوي على 80 منزل ومأسياد وبقالة ويعني وايد أشياء. إن شاء الله يعني بيعلن عن الافتتاح قريبا خلال هذه الأيام، من خلال ذراعنا الإنساني مد الإنساني المعنية بشؤون العمل الإنساني. عندنا مهتمين بتنشئة الأطفال، عندنا برامج مختصة في المرأة وتقدمها، عندنا أيضا دار لرعاية المسنين بشكل نهاري، يجونا ونحاول نوفر لهم برامج ترفيهية صحية تعليمية. فالحمد لله الجمعية يعني خلال هاي العشرين سنة أتوقع أن هي أثبتت اسمها في مجال العمل التطوعي، وإن شاء الله الجاي أفضل وأحسن بكثير إن شاء الله يا رب. خلينا نتكلم عماد يعني عن الفئات يمكن الفرعية بالنسبة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي، لو نتعرف عليها بشكل سريع. طبعا في الجائزة اللي نتكلمنا فيها أفضل أداء مؤسسي تطوعي، نعم. هذه هي الجائزة الرئيسية. هذه الجائزة الرئيسية، نعم. بالإضافة لجائزة رواد العمل التطوع العربي ورائدات العمل البحريني، تطوع رائدات العمل التطوع البحريني. يعني المرأة كان لها جانب مهم يعني طوال السنوات الماضية، السنة هذه استحدثنا هاي الفرع من الجائزة أو هاي الفئة. وبالإضافة لجائزة الأعمال التطوعية والاجتماعية المجتمعية الرائدة. بعد أود أنوه أن هالمرة أفضل رواد العمل التطوعي في الوطن العربي سمو الشيخ عيسى بن علي أمر بأن احنا نخصص هذه الجائزة أيضا لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي اللي أيضا ساهموا بشكل أو بآخر في التصدي لجائحة كورونا وتخفيف آثارها على الوطن العربي من منطلق الحس العروبي اللي موجود عندنا. جميل. أي نعم. يمكن الناس من بعد ما سمعوا عن المشاركات عن الجائزة يبغون يعرفوا مثلا متى سيتم إعلان النتائج بشكل نهائي. طبعا احنا مثل ما تعودنا على مدار السنوات والنسخ السابقة يتم الإعلان في حفل كبير يحضره سمو الشيخ عيسى بن علي ولفيف من الشخصيات الموجودة في المجتمع البحريني، يكون عادة في 15 سبتمبر بمناسبة اليوم العربي للتطوع، وأيضا على هامش جائزة تكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي يتم الإعلان عن الفائزين. أكيد. جميلة. أكيد إحنا كلنا منتظرين أكيد إن شاء الله إعلان الفائزين، ونتمنى التوفيق حق جميع المشاركين. إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لكم حضوركم سادة عماد السعودي رئيس لجنة جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لأفضل أداء تطوعي ومؤسسي، والأستاذ علي بوزاع مدير الإعلام الجمعية، كل الشكر لكم. بالتوفيق. يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين نواصل معكم فقراتنا في شمس البحرين ليوم الثلاثاء. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. موضوعنا اليوم موضوع مو جديد، لكنه يمكن يتكلم عن فئة للأسف ما زالت موجودة في مجتمعاتنا، ظاهرة التنمر عند الأطفال، وكيف ممكن نساعد الأهالي على تعليم أطفالنا عن التنمر وتجنب هذا التنمر. راح نتكلم أكثر حول الموضوع مع أخصائية التربية هدى المهدي. صباح الخير وكل عام بخير. صباح النور وانتم بخير، صحه وسلامه. يا هلا ومرحبا. يمكن في البدايه انا بنتكلم، احنا يمكن الكل يعرف عن التنمر، لكن هل في انواع معينه من التنمر، يعني انواع مختلفه، وخاصه اذا بنتكلم عن التنمر عند الاطفال؟ ايه
طبعا في التنمر المتعارف عليه اللي هو اللفظي اللي هو سب الشتم الكلام البذيء. في تنمر جسدي اللي هو يتعدى حدود التنمر اللفظي اللي في ضرب ممكن، في إساءة جسدية. في تنمر انتشر وايد في فترة الدراسة أونلاين اللي هو التنمر الإلكتروني. يعني ساعات تشوفون حتى اليهال بينهم وبين بعض لما يكونوا في المدرسة في بيت الجد، هاي الشيء ما يصير، بس لما يستلمون التليفون يبدون يتنمرون على بعض. يعني في حالة كذي إنه كان ما بينهم بين بعض أي مشكلة الأولاد، بس واحد منهم يسوي استكارات يعني مو حلوة على الثاني، فهاي بعد يعتبر تنمر إلكتروني. وفي التنمر العرقي اللي هو أبيض أسود غيره، هاي أقل شوي عندنا في البحرين تقريبا. يعني بشكل عام هم أربعة أنواع اللي أنت ذكرتيهم. نعم، خلينا نتكلم كن أدام كن يعني الطفل لما يوصل لهذه المرحلة لابد أن هناك أسباب أدت أن الطفل يوصل لمرحلة التنمر، فشنو الأهداف أو الأسباب الرئيسية اللي ممكن توصل الطفل لهذه المرحلة؟ نعم، ممكن أسلوب التربية، هو قاعد يتربى في بيت يعني السخرية أو التعليقات أو الاستهزاء من الآخرين شيء طبيعي، شي طبيعي. فهو يطلع ما يعرف شنو السلوك الصح، ما يعرف شنو الآداب الصحيحة في التحدث مع الآخرين، هو جايب هاي السلوك من البيت. صح. الشيء الثاني ممكن إنه هو قاعد يتعرض حق التنمر من أمه من أبوه من أخوانه، بحجة إن إحنا قاعدين نمزح وياه، يتنمرون على شيء في شكله ويودونه عليه، فهو لما يطلع حق المجتمع يستخدم نفس الأسلوب مع الآخرين. أو حتى التنمر ممكن يكون من ناس غير، فهو قاعد ينفس ويطلع قوته عند الناس اللي وياه في المدرسة أو أي مكان. ممكن أن هو أسلوب التربية وايد في دلع، يعني الياهل يعرف أنه ما في أي رادع عنده. وممكن حتى من خلال الألعاب اللي يلعبها الطفل، يعني ألعاب تروج حق العنف حق الضرب. وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الصفحات اللي تابعونها الأطفال، يعني هي بحجة أنه هو شخص مضحك أو شخص كوميدي، بس وايد 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 في مفاهيم تنمر، مفاهيم استهزاء، سخرية، مصطلحات تستخدمها، مصطلحات إيه. فالياهل يشوف هاي الشيء مقبول فهو يمارسه، يقول لك أنا ما سويت شيء، ما قلت شيء. فكل شيء ممكن حوالين الطفل ممكن أن يأثر عليه على أساس أنه هو يعني يكون متنمر في بالضبط. المستقبل. بالضبط، إحنا ساعات نلوم الأهل، بس ساعات الأهل هم بالعكس قمة الاحترام. صح. ممكن أهو من الأشياء اللي تشوفها في التليفون أو الناس اللي قاعدهم الصحبة السيئة قاعد يمارس هالشيء، قاعد تأثر عليه. يمكن الآثار اللي تترتب على التنمر، خاصة لما نتكلم عن ضحية التنمر، في آثار نفسية كبيرة ممكن تنقرص وايد داخل هذا الشخص، وهو الشيء اللي يمكن يكون غير محبذ ويأثر على الطفل، وخاصة إذا هو كان طفل ما بيعرف إنه يفرق بين إنه يكون واثق أكثر من نفسه، ما تأثر عليه مثل هذه الكلمات أو مثل هذه الألفاظ. فخلنا نركز شوي على هذه الآثار، شلون ممكن توصل الطفل إلى منحى سلبي؟ طبعاً أول شيء تدني مفهوم الذات، يعني الطفل اللي يتنمرون عليه الذات مهدومة عنده، الثقة بالنفس تشوفون الأم تحاول ترفع فيها، يروح مثلاً المدرسة يتنمرون عليه، بالأخص إذا كان دور الإشراف ضعيف، خلاص الثقة تنسف عنده، يصير عنده انسحاب اجتماعي من بعض المواقف، مثلاً عنده برزنتيشن بيسوي في الصف، ما يحب الظهور يعني. ما يحب الظهور، يصير عنده خجل بعد نشاط مدرسة معين، إيه حتى صحيح. مثلاً في بيت العائلة يستحي إنه هو يتكلم يعبر عن رأيه، يدري إنه هو بيتم السخرية منه. شنو بعد؟ شنو كان السؤال؟ الآثار النفسية اللي ممكن تترتب عليه. إيه شغلة مهمة، يصير عنده كره حق أماكن معينة، ممكن يكره يروح المدرسة، ممكن يكره المدرسين، تشوفون هاي الكره يظل فيه لين يكبر، ممكن يكره الجد الجدة العمة الخالة اللي هو طلب يعني مساعدتهم وما ساعدوه، اللي راح يشتكي كم من مرة لهم وغلطوه مثلا. هذه من أسوأ الآثار النفسية اللي تستمر لين يكبر الواحد. كان تذكرون حتى لين إحنا يهال كان في مواقف، عاد إحنا قبل ما كانوا يقولون تنمر، كانوا يقولون يأذيني يغربلني، في مواقف معينة إحنا مثلا ما حد نصرنا فيها للحين نتذكرها. صح. فهذه من أسوأ الآثار النفسية. إيه؟ نعم، دائما إحنا نقول الطفل يعني يكون نظيف من داخل فبسرعة يتعلم، فلما يكتسب ما يعني أشياء مثل هذه يكون بشكل سلبي، شلون ممكن يتخلص منها الطفل لما يعني يتقدم في العمر؟ طبعاً قصدك إن الأهل شنو دورهم إن أهم؟ لا أنا أقصد يعني الحين الطفل مثلاً يروح المدرسة، الحين إحنا النشاط الصيفية، يروح النشاط الصيفي ممكن يكتسب هذه العادة السيئة من أشخاص معين.
على مدى السنوات شلون احنا كأولياء أمور ممكن نبعد هذه اللي اكتسبها خلال هذه الفترة؟ حلو، أول شيء لازم نركز على سلوكهم الجيد. احنا شو مشكلتنا؟ نركز على الموزين، انت سويت، انت قلت، انت سويت هالحركة، إذا شيء زين ما نعززه فيهم. فلازم نركز على السلوك الجيد. الشيء الثاني في تكنيك في تعديل السلوك اسمه التنفير، يعني شنو؟ أنا أنفره من الشيء اللي ما أبي يسوي، فأقوم أنفر الطفل من السلوكيات اللي سويها. الوازع الديني يلعب دور، سورة الهمزة، بعض الآيات، ولا يسخر قوم من قوم، لازم يعني أخليها منهج في حياة الطفل. وطبعا لازم أنا أبدي من روحي، يعني إذا أنا كنت قاعدة أعلمه شيء بس أنا أسوي شيء ثاني، تناقض هو ما بيتعلم. الشيء الأهم أزيد الذكاء العاطفي عند الطفل. شنو يعني الذكاء العاطفي؟ إحساسه بالغير، المشاعر. وايد وايد ننصح بالأطفال اللي يعانون من مشكلة إنه هو متنمر إن نشركهم في العمل التطوعي. عمل التطوعي يخلي قلبهم أراق، يخلي عندهم رحمة، شفقة. الشيء الثاني والأهم لازم يكون فيه، ما نقول عقوبات، نقول فيه قواعد رادعة حق الطفل. يعني أنت إذا تنمرت في بيت يدك أسبوع كامل ما بتروح، الأسبوع اللي عقبه ما بتروح، استخدمت التليفون حق تتنمر على الغير أنا بأخذه منك 3 أيام. شو اللي قاعد يصير؟ ساعات الأهل لما يدرون أن ولدهم يسوي شيء ما يرضون عليه ويدافعون عنه، وهو يشوف هالشيء قدامه هذا يزيد الشيء غلط. يزيد أكيد. إيه، فلازم يكون في أمور رادعة تردع الطفل عن التنمر، على أساس أنه هو لما يخاف من العقوبة بيقلل من الشيء اللي يسوي. شنو احنا عندنا نقول؟ من آمن العقوبة أساء الأدب. صح. إيه؟ يمكن أنا يعني أنتوا تكلمتوا بشكل عام عن أن الأهل لابد أنهم يربون عيالهم على يعني على عدم التنمر، وعلى يعني مثل ما نقول الأخلاق اللي ممكن إن هي تعزز فيهم حب الغير وعدم التنمر بشكل عام. لكن اليوم في الكثير من يعني الأهالي ما يعرفون إذا ولدهم، يعني ممكن يكون الطفل مو من النوع اللي يتكلم أو يقول أنا اليوم تنمروا علي أو قالوا لي، لأن أنت ساعات يعني أنت قلتي إنه ممكن ساعات يشتكي ولكن ما يحصل أحد يوقف معه. لكن لما الشخص هذه أو الطفل هذه نفسه ما يتكلم، شلون أنا أعرف إن ولدي أو واحد من أهلي معرض للتنمر، فأقدر أن أنا أعطيه مثل ما تقولين يعني أحفزه وأعطيه طاقة إيجابية على أساس أنه هو ما يطيح في الأثر النفسية؟ في أطفال يخافون لأنه وايد ينلامون، يحصلون لوم لوم لوم، فيخافون يروحون يقولون أن أنا صادني هالشيء، بتقول له أمه أنت شو مسوي عشان سوالك كذي. فهني لازم أنا أمد جسور تواصل مع الطفل، أعطيه الثقة الكافية، ونفس الوقت ما أدلع زيادة عن اللزوم. يعني في حال أي شيء يصير تنمروا عليه، في فرق بين التنمر وبين حركات شقاوة الأطفال العادية. فهني لازم أول شيء أبني جسر من الثقة. الشيء الثاني الأم أو الأب أو المربين بشكل عام لازم يكون عندهم تواصل مع المدرسة. في ناس للأسف ما يتواصلون مع المدرسة، ما يدرون ولدهم متنمر، يتنمرون عليه. إيه، فهاي نقطتين مهمتين. وبعد لازم إحنا نعلمهم شلون هم يدافعون عن نفسهم. طبعا الحمد لله رب العالمين صار الحين المكاتب العربيه تزخر بقصص تتكلم عن التنمر. صحيح. احنا في الورش بعد نفس الشيء، ندربهم على خطوات مواجهه التنمر. انت في البدايه شنو بتسوي؟ تتجاهله. اقول لهم اعتبروا طاوله، كرسي، الحاف، فقاعه، اي شيء اي شيء اي شيء مو مهم، اي شيء اي شيء مو مهم اعتبره مو موجود، لان انت كل ما اعطيته اي كونتاكت قاعد تغذي الشعور عنده انا خايف منك. هاي الخطوه الاولى. وايد منهم لما ينحقرون، لما يتجاهلون، خلاص يفتشون عن الضحيه، يدورون ضحيه ثانيه. صح. الخطوه الثانيه تعلم ترد، تقول لا. تعلم متى تقول لا؟ دائما اللي يتنمرون عليه ما يعرف يقول لا. تعلم ترد وعينك في عينه، والبادي لانجوج عندك، جسمك ظهرك مفرود وراسك مرفوع مو خايف، يبين الثقة. ولو انقهرت ما تصيح قدامه، تستأذن من المعلم تطلع تصيح، تمشش دموعك كل شيء وترجع تتنفس بشكل صحيح، بس ما تصيح قدام الشخص اللي تنمر عليك، لأن هذه نقطة ضعف. صح. بتكون الشيء الثالث أحط نفسك بالأصدقاء، خل دار مدارك أصدقاء. الشيء الرابع ترى هاي المتنمر مسكين قاعد يبحث عن حاجة نفسية يدورها عند الآخرين، فهو قاعد يلاقيها فيك. فإذا أنت ما عطيت الرياكشن اللي يبيه، ما صحت، ما صرخت،
خلاص هو بيتملل مع الوقت. صح. والأهم من كل ذي لازم تقولون حق المعلمة، لازم تقولون حق المشرفة، لازم تقولون حق ماما. وهني عندي يعني نصيحة صغيرة حق الأمهات، لما الشيء يصير في المدرسة لا تروحون انتو دايركت حق أم الولد المتنمر، ترى هو في الأخير طفل، لا تروحون دايركت حقه هو الياهل. في أمهات تروح حق الياهل وتزفه، هني المشكلة شوية تصير بين الأهل تزيد سوءا. فأنت روحي حق القنوات الصحيحة اللي هي المدرسة، الإشراف الاجتماعي اللي هو اللي دوره أكيد هو أساسي في هذا الجانب. ممكن إيه؟ تكلمت عن نقطة جدا مهمة وهي قصص الأطفال اليوم. القصص ما لها تأثيرها، يعني الطفل عادة ما يحب أنه يتم يعني تلغنينا مثل ما نقول الوعظ وال إيه ما يحب يعني إيه؟ لما نخليه من خلال القصص يشوفها بالنظر ونقول له القصة في النهاية هي هدفها أنه يبتعد عن التنمر، إلى أي مدى ممكن الطفل يستفيد من القصص في هذا الجانب؟ مدى كبير، من خلال القصص، برامج الفيديو، اليوتيوب في قصص وايد عن التنمر، طبعاً حصلها بالإنجليزي أكثر من العربي بس في بعد بالعربي. القصة طريق غير مباشر أنا أوصل فيه المسجات حق الطفل، لأن الطفل في الأخير ترى يتملل من كثرة الإرشاد، بالأخص لو كان من شخص واحد اللي هو بس الأم، بس الأبو، خلاص أنت بالنسبة له شخص دائماً ينصح 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 ينصح. حلو. يمكن تذكرتي القصص ممكن أنها تنمي عند الطفل الكثير من المفاهيم، الكثير من المعتقدات، تربية الأهل لها دور. لكن اليوم مثلا الأم شافت أن يعني ولدها متنمر أو ضحية للمتنمر، شو ممكن أنها هي تتجنب هذا الشيء أو تتجنب أن تخلي طفلها في مثل هذه المواقف إن كان متنمر أو حتى معرض إلى التنمر؟ حلو. لازم من البداية هو يكون على وعي، شوف دائما الوعي يخلصنا من وايد مشاكل. لازم يكون على وعي بالتصرفات الصحيحة في المواقف الاجتماعية المختلفة. حلو. يعني أنت شنو اللي لك شنو اللي عليك، بيت يدك شلون تتصرف، في المدرسة شلون تتصرف، بتروح نشاط صيفي شلون تتصرف. دائما احنا شنو نقول قبل لا يروح المكان، أنتوا في السيارة كلموه، قولوا له شنو المتوقع منه. وفي طريقة وايد حلوة اسمها النمذجة في يعني تعليم الطفل أي سلوك، ان انا حين انا ادري انه هو مثلا ممكن يتنمرون على شيء معين في شكله، شيء معين في كلامه، أنا أسوي موقف بيني وبينه أدربه على الرد شلون يرد، طبعاً بدون يعني ما يكون الرد مثلاً مو حلو أو في قلة أدب، بس أعلم الرد المناسب. نفس تمثيلية صغيرة أنا أسويها وياه، هو يطلع حق الدنيا عارف شلون يرد، عارف اللي له واللي عليه، أنا بروح هالمكان شلون لازم أتصرف، شنو المتوقع مني. إحنا شو اللي يصير ساعات مثلاً ياهل بروح عيد ميلاد نهدهم وبس، ما نعطيهم إرشادات قبل، ما نعطيهم توصيات قبل، فبعدين ما يصير أني نلومهم والله صار كذي، بالأخص إذا أقل من 10 سنوات. صح. لابد أن احنا نواجهه ونعطيه بعض النصايح مثل ما قلتين، هيئة على أساس إذا بيروح مكان يعرف شلون يريد ويعرف شلون يتصرف. طبعاً. وهي جزء وايد كبير وجزء وايد مهم في التربية. يمكن خلينا نتكلم أكثر عن ورش بحكم إن إحنا حنفصل الصيف، فالأنشطة الصيفية تكثر. صح. فبهذا الجانب التوعوي، الجانب الاجتماعي، شلون ممكن إحنا الطفل يمكن ما يكون متنمر لكن مشارك في النشاط الصيفي نعزز عنده ثقافة عدم التنمر، التعاون، حب الآخرين، هذه الثقافة شلون نعززها بحيث إن إحنا في النهاية ما بيوصل إلى التنمر. حلو. الحين هذه المشكلة قاعدة تنتشر في كل مكان. نعم. وفي المدارس قبل على أيامنا ما كانت موجودة بس الحين موجودة، فأنا أحب يعني أنصح اللي عندهم ورش أن يتطرقون حق هالمواضيع. الشيء الثاني، دائما الطفل لما إحنا نزيد عند الصلة بالطبيعة أو بكبار السن أو بالأشياء اللي تحتاج عاطفة، تكون عاطفته أو الذكاء العاطفي عنده مرتفع أزيد. يعني أشجع الطفل على الزراعة، الحين إحنا في فصل الصيف إنه هو يحط ماي صوب برا الحديقة، أشجع الطفل على إنه هو يقتني حيوان أليف مثلاً يمكن صعب شوية عندنا، أشجع الطفل على إنه هو يسوي أشياء فيها مبادرات، فيها إنسانية، ويقول لي مثلاً شنو سوى في الويكند. إحنا المدرسين نسوي هالشيء وياهم يعني، فأكيد اللي يسوون الورش يعرفون هالأشياء وأكثر. يعني انت ذكرتي يمكن اكثر النماذج او الامثله اللي كنا قاعدين نقولها، كنا نقول المدرسه، النشاط الصيفي، لكن احنا ابي اتطرق شوي حق يعني ناحيه البيت شوي. يمكن حتى في البيت نفسه ممكن يكون في تنمر ما بين الاخوان، ما بين الخوات، ما بين افراد الاسره نفسها. يعني صح. ابي اعرف هل الغيره هي سبب رئيسي حق التنمر لما يكون داخل الاسره؟ ايه وايد، بالاخص اذا كان الطفل هاي مثلا امه
وايد تشوفون تركز عليه أو الدلعة، فتشوفين الباقي يقعدون تنمرون عليه. الشيء الثاني الساعات الطفل الأضعف في الأسرة يبحث عن ذاته في التنمر، يروح يدور قوته، شلون أنا بكون قوي؟ أتنمر على أخوي، أجرب في أخوي أول شيء. الشيء الثالث ممكن ترى الكبير أغلب الحالات يتنمر على الصغير، بالأخص إذا يقولون له هذه أخوك أنت مسؤول عنه، أخوك أنت لازم تشوف، هو صغير شلون هو يكون مسؤول عن أخوه؟ فأوكي أنتوا عطيتوني المسؤولية براويكم. يسوي العكس يعني. هل ممكن إنه ممكن بعد يمكن الشخص اللي يكون متنمر هو يكون معنف في داخل الأسرة فيفرق طاقته والقوة اللي ممكن إنه تكون بداخله في الخارج؟ ينفس إيه؟ هو شخص قاعدين يتنمرون عليه، قاعدين مثلاً يسبونه، ينطق، يعني ينعتونه بألفاظ مو حلوة، أشياء موجودة في شكله، في أسلوبه، في الكلام، فهو يطلع نفس القنبلة الموقوتة تنفجر في أي أحد. لكن هذه مشكلة، ممكن أنت ذكرتي إن لما نبي نحل مثل هذه المشاكل ممكن إن الأهل هم اللي يبتدون في حل المشكلة. صح. لكن في هذه الحالة هو قاعد يتعرض أصلاً من الأهل، فشلون ممكن إن نوصل في النهاية إلى حل؟ هذه ترى كله عند وعي الأهل، يعني ساعات بعض الأهل عندهم هذه مو مشكلة عادي، هو خليه يطلع كذي، خليه يصير قوي، خليه يعرف يتعامل مع الناس، بس هذه مو قوة، يعني عمرها القوة ما كانت كذي. في فرق بين القوة والتنمر. فإذا كانوا الأهل يعني أهما نفسهم مو حاسين بالمشكلة، أهما هاي أسلوبهم، فلازم يكون في وعي أكثر. شيء ثاني، في حالات من الأطفال المتنمرين ترى حتى لو الأهل التفتوا لهم ما في فايدة، لازم يروحون حق علاج سلوكي لأنهم وصلوا لوضع تضخم في الحال يعني. نعم، هني يمكن جرني إلى سؤال، يعني اليوم قد يكون الطفل هو في النهاية في المدرسة، فإلى أي مدى ممكن الإرشاد الاجتماعي في المدرسة يساهم في يمكن تدليل هذا الشيء بالنسبة للطفل أو تقليله بنسبة كبيرة، خصوصا ده مثل ما قالت جمال أن المشكلة تكون في البيت من الأساس بالنسبة لهذا الطفل المتنمر؟ فعلا أنا دائما أقول حق الأمهات أو الأهل، إذا بتدورون مدرسة سألوا عن الإشراف، سألوا عن المشرفة، المشرفة هي جوهر المدرسة. صحيح. في مشرفات عندهم أسلوب يغيرون الطفل حتى برا المدرسة، تشوفونها تأخذه من الحصة تقعد وياه وان تو وان تتكلم وياه، نفس العلاج السلوكي. صحيح. بس للأسف ساعات نشوف يعني بسبة تضخم أعداد الطلاب في مكان إن المشرفة تلحق على منو ولا منو. فهذه بعد يعني نصيحة حق المشرفات اللي تابعوني، إن هاي الشيء قبل لا يكون اجتماعي في أجر وثواب، أنت ممكن تنقذين طفل قاعدة تدمر حياته بسبة التنمر، من خلال أنت هاي الشخص المتنمر قاعدة تساعدينه. وترى بقول لكم شيء، الشخص المتنمر مشكلته ما تقل عن الضحية، اثنينهم في مشكلة يعني. نعم، ممكن هني الطفل يلجأ حق الإرشاد مرة واحدة، لما ما يشوف فيه تجاوب ممكن ما يرجع مرة ثانية. صح، ما يرجع مرة ثانية. بالضبط. وتظل الأم ما تدري شو تسوي. تكلم المشرفة، المشرفة تقول لها أوكي خير إن شاء الله بتشوف الموضوع. تكلم مثلاً، تلجأ إنها تكلم أمها، أمها تدافع عنها. فتشوفينها حائرة بهالطفل ما تدري شو تسوي، هي قاعدة ترمم، قاعدة ترفع ثقتها في نفسها، بس من جهة ثانية خلاص. فتشوفون بعضهم يقومون يبدلون المدرسة. بس إحنا شو نقول؟ ساعات في أمهات هي تأخذ دور المحامي تتكلم. احنا نقول خلوهم هم يعتمدون على نفسهم وحلون المشكله. صحيح. لان انت مو طول عمرك خلاص بتضلين وراه. صح. والهروب من الموقف مو حل. مو حل. مو حل. العلاج يعني السلوكي، ذكرتي العلاج السلوكي او العلاج بشكل عام، لما ما يكون من الاسره ولما ما يكون من المدرسه، شلون انا الجا الى المكان الصح اللي ممكن ان انا اعدل فيه سلوك طفلي ان كان متنمر او كان ضحيه تنمر، على اساس ان انا ابي انقذ طفلي في النهايه؟ طبعاً من خلال العيادات المخصصة، ونشوف الحين الحمد لله صار عندنا وايد أخصائيين للعلاج السلوكي. فللأسف أن بعض الأهل يظنون أن هاي المكان حق الأطفال مثلاً اللي مو زينين أو اللي قدراتهم مو أوكي. والله أقول لكم الحين صار أغلب الأطفال يحتاجون حق علاج سلوكي، مو أن هم فيهم شيء مو زين أو ناقص، بس زادت المشاكل بسبة التكنولوجيا، بسبة تطور الحياة، بسبة ساعات وظيفة الأم الطويلة برا البيت. صحيح. فتشوفون المشاكل كلها زادت، مشاكل جيل الحين غير قبل 10 سنوات. صح، أكيد. خاصة مثل ما نقول يعني صارت قرية صغيرة من خلال التلفون. بالضبط. خلاص نقدر نوصل إلى أبعد مدى، وصار الطفل يشوف أن الحياة المثالية، الحياة اللي لازم هو يعيشها، هو اللي قاعد يشوفها في التلفون. صحيح. وهذه كل عالم افتراضي. بالضبط. وهذه النقطة يمكن اللي أنا بدي أتكلم عنها اليوم، يعني وجود أطفالنا مع
وسائل التواصل الاجتماعي مع الأجهزة الإلكترونية بشكل عام أكيد ممكن أن نغير فيهم الكثير في داخلهم ويخليهم أكثر يعني معرفة بالتنمر، وحتى أكثر مثل ما ذكرتي في البداية اللي هو التنمر الإلكتروني اللي صار الحين معنا هو ما كان موجود قبل. شلون ممكن أنا كأسرة أو كمدرسة أو كغيرها من ال يعني من الأماكن أن أنا أحدد من هذه المشكلة، يعني أن أنا أخليها تكون أقل؟ هل مثلا الأم ممكن أن هي تحدد أوقات لاستخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل عام، أو المدرسة ممكن يعطون بعض المحاضرات اللي تكون توعوية بحول هذا الموضوع؟ شلون؟ أول شيء مثل ما قلتي الياهل اللي يشوف التلفون ساعة مثلا غير اللي يقعد يشوفه 10 ساعات في اليوم. ذاك خلاص دماغه تشبع من اللي يشوفه، تشوفينه حتى قاعد وهي أهله منفصل عن الواقع. صح. بينما عدد الساعات جدا مهم، هاي طبعا نسوي من خلال اتفاقية سلوكية ويا الياهل. أول ما أعطيك الجهاز أنا أخليه أعطي ورقة فيها اتفاقية سلوكية أنا شقد اسمح لك على عمرك ان انت تستخدم هالجهاز مثلا يمكن ساعة. يمكن هاي الشيء ما نشوفه وايد للامانه، يعني صاير الطفل هو المسيطر يعني على خلاص يعطونا الجهاز وبس. إيه خلاص جهازك والانترنت وكل شيء وقفل الباب وقعد بروحك فيه وانعزل عن العالم. انا وايد احب اشجع على الاتفاقيه السلوكيه بالاخص ان الياهل تخلونه يوقع في نهايتها. علم الالتزام بالعهود بالمواثيق بالعقود في الحياه هاي شيء حلو وتعلقونها على مرأة منه. خلاص انت مثلا يوم اللي تزيد على هالوقت بتشوف اليوزج مالك ينخصم من يوم باكر. طبعا للاسف صايرين نعطيهم الاجهزه خلاص نبي نفتكيهم. صح. ايه. شيء ثاني المحتويات اللي تشوفونها تلعب دور. صح. يعني اوكي انت في هالعمر انا مثلا ما بخليك تنزل البرنامج الفلاني. انت في هالعمر ما يصير تطالع الفيديو حق الشخص الفلاني، وتكون في مراقبه. صح. لازم، عشان كذي انا اقول لكم لازم المفاتيح تنشال من البيت، لأن طالما الباب مقفول أنتم ما تدرون هاي الياهل شنو قاعد يسوي وراء البيبان. إحنا لو كان موضوع التنمر أهون من غيره، أهون من الأشياء الثانية البلاوي اللي يعني نشوفها منتشرة. أكيد. ممكن الله يجيرنا. نبي نأخذ رسالة حق السادة المشاهدين نختم من خلالها هذا الموضوع اللي يمكن قلتي في البداية قاعد يزيد في الفترة الماضية. حلو. بس بقول شيء بما أني أخصائية تحليل رسم، شلون ممكن احنا من خلال الرسم نعرف ان هاي الطفل متنمر او يتم التنمر عليه؟ حلو. هاي يعني موضوع وايد مهم. ايه. الطفل المتنمر تشوفونه دائما يرسم اسنان حاده وفتحتين الانف بارزين، هذه المتنمر. المتنمر ودائما الاشكال تكون حاده ويضغط ويرسم أسلحة وايد، يعني يضغط أثناء الرسم. تشوفونه قريب يشق الورقة ويرسم أسلحة وايد. أما الطفل اللي يتم التنمر عليه تشوفونه دائما يرسم روحه بس راس وجسم، أو بس راس بدون يدين بدون رجلين. ممكن ساعات يرسم اليدين ساعات يرسم الرجلين، بس الأغلب أنه هو يحذف واحد منهم أو اثنينهم. يرسم بضغط خفيف ويرسم دائما أسفل الصفحة وأشكال نحيفة وصغيرة في زوايا الصفحة. هذه ممكن من الرسمة تعرف شوي الواحد تعرف طفلك أو تعرفين حتى في المدرسة بشكل عام مدرسة أن هذه الشخص متنمر أو طيب. فهني تبدون تيرون الحكي شوي 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 وتعدلون المشكلة في النهاية. إيه؟ على أساس أن إحنا مع الأيام شوي نقدر أن إحنا ودائما أقول أن كل مشكلة ما تتعدل في أسبوع أسبوعين شهر. أكيد طبعا تحتاج وقت طويل. أكيد. بس الصبر يعطينا نتائج حلوة في كل شيء بالتدريج. أكيد تكون نتائجه يعني أفضل في النهاية. أخصائية التربية هدى المهدي كل الشكر لك على هذا الموضوع وعلى هذا الطرح وعلى المعلومات اللي أفدتنا فيها. حاضرين. شكراً حضور. شكرا جزيلا. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية ساعتنا في شمس البحرين، بإمكانكم متابعة هذه الحلقة بالإضافة للبث المباشر وباقة من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعات وتلفزيون البحرين عبر التطبيقات الموجودة في أسفل الشاشة. أكيد جمانة جد اللقاء معكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد من 10 إلى 11. مع السلامة. مع السلامة.